ورجعنا لكم بعد الفاصل بفقرة مختلفة ومهمة جدا، فقرة إيجابية، فقرة مع شخص إيجابي، شخص طموح، شخص مش هقول مختلف بس واجه صعوبات كتيرة جدا جدا. فقرة دي هتهم ناس كتيرة قوي قوي. بس قبل ما ندخل في فقرتنا النهاردة هرحب بزميلتي سارة. اهلا بيك يا ندى. اللي منورنا النهارده استاذ محمود. اهلا بحضرتك يا ساره، واهلا بحضرتك. أهلا يا بحضرتك استاذ ندى، واهلا بحضرتك يا ساره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. النهارده يا جماعه معانا ضيفنا الاستاذ محمود حسن ابو زارع. هو من قريه في محافظه المنوفيه، وصاحب مبادره واحد مننا، المبادره الاولى من نوعها من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم. طيب المبادرة بتقول ايه او بتتكلم عن ايه؟ ان لو انت معاك اي وسيلة مساعدة تقدر تساعد بيها غيرك اعمل بيها الخير، سواء عربية، سواء توك توك، سواء عربية نص نقل، ايا كانت الوسيلة اللي معاك. زي ما استاذ محمود النهاردة عمل معانا في المبادرة دي، وهو صاحب الفكرة دي، ان هو وهب العربية بتاعته ووهب نفسه لمساعدة غيره اللي هم هيكونوا محتاجين فعلا المساعدة دي، سواء مساعدة في الخير اللي هو الفرح، وسواء برضو مساعدة في الخير اللي هو لو مرض، لو حد مش قادر ان هو يدفع فلوس لمواصلات وهو رايح المستشفى. استاذ محمود هو صاحب المبادرة دي وبيحاول يعمل ده بالعربية بتاعته. اهلا بيك يا استاذ محمود النهاردة. اهلا بحضرتك استاذ سارة. اهلا بحضرتك فندم. عرف حضرتك النهاردة يا فندم للجمهور، ويا ترى اشتغلت قبل كده في ايه؟ انا اسمي محمود حسن ابو زارع، من محافظة المنوفية، قرية شنوان، 35 سنة، موظف بشركة غاز مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمود، منور معانا. ربنا يخليك يا استاذ النهارده. منور بحضرتك، ربنا يخليك. طيب حابين بقى نسال كمان، يا ترى جت منين فكره المبادره؟ استاذ فندم، فكره المبادره جت عن موقف، بناء على موقف، موقف انا شفته بعيني على ارض الواقع. يا ترى ايه هو بقى؟ انا كنت قاعد في كافيه، ففي شخص معدي، راجل كبير كبير في السن، صاحب مرض معدي، ففي واحد نادى عليه بيقول له عم فلان، قال له ايوه، قال له انت كان عندك 50 جنيه علشان انا كنت موديك تغسل الكلى يوم ما كنت رايح تغسل الكلى في المستشفى، وباقي حساب 150 جنيه، باقي حساب 50 جنيه. ايوه. وانت قلت لي يومين وما عدتش عليا وما جبتيش الفلوس. كل ده انا قاعد بعيد بشرب القهوه بتاعتي وبس سامع. فقال له حاضر يا، قال له حاضر يا ابني، بس انا والله فعلا عم ابطل معاش، ودفعت كهرباء وميه ومش عارف ايه، محدش عارف ظروف حد برضو. أيوة. طبعا اكيد. فقال له انا ما بقاش معايا فلوس، فاصبر بس عليا يومين وبتاع، والله ما معايا ايه غير هم 30 جنيه في جيبي، ساترين جيبي لحد ما ربنا يسهل وعينيا الاثنين هجيب لك حسابك. حاضر يعني. فقال له انا معكش غير ال 30 جنيه دول. الله، ما معيش غير ال 30 جنيه دول. قال له طب هاتهم. هاتهم ايه؟ الراجل عنده 80 سنه وبيقول لك انا. قال له كده قدامهم. قال له خلاص هاتهم، وهو طالع على المعاش كمان. يعني هو بيقول له يا ترى هو بس ال 30 جنيه دي هم اللي معاه في جيبه فعلا. فعلا ما فيش. وبيقول لك دول ساترين جيبي. قال له هاتهم. فبصراحه انا اديت قوي، انحرق دمي الموقف ده يعني، فعلا يمكن ما نمتش في اليوم ده. فروحت، طيب انا اقدر اساعد الناس بايه؟ اعمل ايه؟ والموقف مش مخليني اعرف انام. من هنا جت لي الفكره دي، قلت يا ريت، يا ريت ان انا اعمل يعني أو اروح للشخص ده واخد انا الثواب ده وان انا اقدر اخدمه. ولقيت نفسي فعلا استطعت اقدر اخدمه، وفعلا جات لي الفكره دي. ماشي، ان انا انفذ الموضوع ده على ارض الواقع. فروحت ايه، رحت لازم منشور على الجروب عندنا، جروب في شنوان على القريه عندنا. قلت يا جماعه اللي عايز، انا فلان الفلاني، اللي اي حد مريض، اي محتاج، اي حد محتاج، اي حد محتاج مساعده بعربيتي، او اي حد عاوز يروح مستشفى، او اي طيب. كمان بالاضافه كمان الى عريس او عروسه ظروفه الماديه مش سامحه. تمام. طيب برضو انا اقدر اظبطه. محمود احنا معانا مداخله تليفونيه. استاذ وليد اهلا المنوفيه. اهلا بحضرتك. الله يخليك، ازيك يا مدام ساره؟ الحمد لله. انا ساره، اتفضل يا فندم. والله الاستاذ محمود ابو زارع من قريتنا، يعني راجل صاحب مبادره كلنا واحد. حضرتك من قريته؟ انا من قريه شنوان. هو ما شاء الله، يعني نموذج مشرف جدا. طبعا يا ريت، يا ريت الناس كلها. ها اتفضل. راجل محترم وبيقدم فعل الخير. ربنا يخليك كلها والله. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا تحت امرك وتحت امر اي حد، تحت امر اي حمر، اي حد من بلدي وبره بلدي كمان، انا تحت امره.
الله يكرمك يا استاذ محمود، الله يخليك. الله يخليك يا عم وليد وانت برضك يعني راجل تشكر وجميلك على راسنا، ان انت برضك بتودينا المعهد ببلاش وما بتاخدش منا فلوس ولا حاجه. لا تحت امرك، لان انت اخويا وليد، انت اخويا وكلنا واحد. صاحب الخير واحد يا باشا والله. يعني هو الراجل ده بامانه من يوم ما تعبت بتعالج من سرطان ما هو سيبني والله. ربنا يبارك فيك يا رب يا رب ويبارك في حضرتك يا استاذ محمود. ربنا يزيدك يا رب من نعم الله، ربنا يزيده يا استاذ الكل. شكرا شكرا لحضرتك على الاتصال يا استاذ وليد، شكرا لحضرتك. طب يا استاذ محمود، عاوزين نعرف ايه سبب تسميه المبادره دي باسم واحد مننا؟ ايه سبب التسميه؟ جت منين الفكره؟ سبب تسميه واحد مننا ان انا عايز اوصل اللي قدامي، يعني في واحد تقول له مثلا ايه انا اعتبرني اوديك مثلا المكان ده كذا كذا، يقول لك طب يسكن انت ازاي وبتاع، اقول له اقول له يعني انا يا عم انا ما بمنش عليك، انا واحد منك، انت مني وانا منك، انت اخويا انت ابويا، حضرتك زي والدتي، حضرتك زي اختي، انا يعني انت اللي جبت الاسم ده، الاسم ده يعني ما حدش ساعدك فيه بقى، ولا حد شجعك على كده، ولا حد قال لك انت لازم تعمل كده مثلا، ولا حد لا معاك. بصي الفكره جاتني زي ما قلت لحضرتك بناء على الموقف، من موقف نفذت الفكره على الارض الواقع تمام، واول حد بديت بيه هو صاحب الموقف الراجل اللي هو كان سني اللي ساب الفكره. او رحت له لحد البيت وقلت له انا هاجي لك اليوم اللي انت بتروح فيه المستشفى وهاخدك وهجيبك ومش عارف كده يعني ازاي ومش انت جبرت بخاطره. اه طبعا جبر الخواطر ده يا استاذه. بص يا استاذه، جبر الخواطر الموضوع كله هو موضوع بسيط وجبر خواطر. جبر خواطر الناس ده مش 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 حاجه مش سهله. مظبوط، ورضا ربنا علينا ده حاجه مش سهله بالظبط تمام. فانا اول حد بديت بيه بديته هو بيه هو. طب ازاي مش تاخد فلوس؟ قلت له انا يا عمي بص انا محتاج منك حاجه واحده بس. فقال لي ايه؟ امر انا تحت امرك ان انت قلت له حاجه واحده بس تقدر تعملها لي؟ قال لي اتفضل. قلت له دعوه حلوه من قلبك بس. طب وعرفت بيته منين بقى يعني؟ ما هو من قريه، هو بقى من قريه داخل قريه عندنا. ايوه ده اللي حابين نوضحه، اللي هو يا جماعه لو قدرتوا تساعدوا اهل قريتكم واهل بلدكم اللي انتوا عايشين فيها ساعدوا باللي تقدروا عليه. طب يا ترى يا استاذ محمود ايه اللي بتتمناه بالنسبه للمبادره في المستقبل؟ اتمنى انها تتعامل مع المستوى الجمهوري، واتمنى ان يبقى في تكافل. مش انت لوحدك اللي تعمل كده، غيرك أكيد. وغيرك وغيرك اكيد المفروض، لان احنا في وقت محتاجين كلنا نقرب من ربنا. ان ربنا احنا وقت كورونا ووقت وقت ما يعلم به الا ربنا. ماشي، ما حدش ده موت على الابواب فعلا، موت على الابواب فعلا. فمحتاجين كلنا نقرب من ربنا، ومحتاجين كلنا نساعد بعض ونساهم مع بعض في الخير مش في الشر. مظبوط، احنا في وقت فعلا محتاجين ده فعلا. اللي يقدر يساعد جوه بلده، جوه محافظته، جوه قريته، ساعد، ساعد بعربيتك، ساعد باي شيء تقدر تساعد بيه اي حد مريض، ساعد بيه يا سيدي حتى لو بكلمه طيبه، لو بكلمه جبر الخواطر. صح. يعني طيب الناس اللي انت ساعدتها دي كانت على مستوى قريتك بس، ولا كانت ناس كتير مثلا من بره القريه، من شبين نفسها، من اشمون نفسها كده؟ اقول لحضرتك حاجه يا استاذ، انا لما بدات المبادره ديت قلت على الارض على قد استطاعتي تمام، وفي نفس الوقت عشان برضه راجل موظف وعندي شغل وكده، وعلى قد استطاعتي انا هبدا بالمبادره ديت على قد بلدي، لان بلد شنوان بلد مش صغيره، بلد يعتبر الثانيه على مستوى القريه، على مستوى المحافظه. ماشي، بلد مش صغيره، بلد كبيره. فقلت ابدا بالمبادره ديت داخل قريتك. لما الموضوع سمع ولقيت ناس، فوجئت بناس بتتصل بيا من بره البلد ما شاء الله. فما كانش ينفع اقول لا، لان اللي بتصل ده محتاجك فاشد الاحتياج. يعني هو اكيد لو مش محتاج ان انا اديله طلبه، وطالما في استطاعتي وطالما في عندي فراغ، طب ليه ما ادهوش؟ صح. فعلا رحت له، في ناس كتير يعني. يا ترى كان ايه رد فعلهم بقى يعني لما انت عملت معاهم كده، كان رد فعلهم ايه؟ بص يا استاذه، الحمد لله رد فعل محترم جدا جدا جدا، وعايز اقول لك بقى في يعني بقى ليا في كل بلد. كفايه الفرحه اللي كانت في وشهم كده. طبعا. وجبر خاطرهم كده، اللي هو يعني والله احلى حاجه في الدنيا جبر الخاطر حتى لو بكلمه واحده. بالظبط، مش عايز اقول لحضرتك، احنا انا ببقى في قمه السعاده لما واحد بيقابلني في الشارع يقول لي، او راجل كبير او ست كبير يقول لي الله يبارك لك، او يقول له الله يبارك لك انت راجل محترم. دي مش بالسهل، حب الناس وحب الناس ورضا ربنا عليها، دي مش بالسهل يا جماعه. هو ده اللي نستفاده من مبادره خيريه زي وهو كده. ده كل وبصي هو ده مكسبي من المبادره دي كلها. انا عايز يعني الدعوه الحلوه، ربنا يبارك لي في اولادي، ربنا يبارك لي في صحتي، ربنا يبارك لي في شغلي. بالزبط. ماشي، ربنا يبارك لي في والدي في والدتي، ربنا يعني. يا بصي يا استاذه، احترام الناس ليكي دي حاجه مش سهله. صح.
دي الوحده عمرك ما تقدر تشتريها بفلوس ابدا. دي كنز. مش عاوز اقول لحضرتك، مش متخيله رد فعل الناس في الشارع او رد فعل لما حد يقابلني. ماشي. وبقى ليا بقى ايه في كل، بصي عاوز اقول لحضرتك حاجه، بقى ليا في كل بيت اخ واخت وام، بقى ليا في كل شارع عيله في البلاد اللي بره، الكره اللي حوالينا برضو. تمام. بقى ليا صداقات كتير، ومش كده بس، يعني انا مثلا بتصور صداقه بقى، بص لهم بتصوا بيا عليا في المناسبات، دايما يطمنوا عليا، دايما مش عارف ايه. انا بس انا التليفون بيضرب مثلا الساعه 3 بالليل، انا فلانة الفلانيه او انا فلان الفلاني اللي وصلته واللي جبته وديته المستشفى في اليوم الفلاني، عايز اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل، عايز محتاجني في حاجه اجي لك تاني؟ قول لي لا، انا اول عايز اقول لك ربنا يسترها معاك يا رب، ربنا ينور طريقك الساعه 3 بالليل في عز نومي. طب يا باشا انت محتاج حاجه اجي لك حالا دلوقتي؟ محتاج اوديك اي مكان تاني؟ يقول لي لا انا محتاج بس ايه، حبيت ادعي لك، ادعي لك في الغيب، وبدعي لك برضو حبيت اتصدق وايه واطمن عليك وادعي لك. هو ده هو ده مكسبي من الموضوع ده كله. صح. ايوه صح. انت معايا؟ طب هو ده مكسبي. فكره انك توصل مثلا الناس اللي مش قادره او الناس المحتاجه او الناس لاي مكان هم عايزينه، اكيد كان في حاجه حصلت ليك، حد وصلك برضو في حاجه قبل الهوا كنت حكيتها لنا برضو، حاجه جميله جدا، وحاجه قد ايه فعلا انت بتحمد ربنا، وقد ايه فعلا انت مثال لما انت حكيت لنا الموضوع ده، حاجه مشرفه جدا جدا. فعلا فعلا احنا عاوزينك تحكي بس تحكي نبذة مختصرة لجمهورنا ان هو يتعلم من المواقف دي. يعني بصراحة انت لما كنت بتحكي لنا مهما حصل فيك ومهما اللي انت كنت فيه، الحمد تقول لله. الحمد لله. طبعا. خلاص كده انا كده خلاص انا مرتاح، انا مبسوط، انا تمام. بص يا استاذة، او قبل اي حاجة لازم الواحد يكون راضي بقضاء ربنا ونعم بالله. لازم تكون راضي بقضاء ربنا. صح. وعندك ثقة في الله ثم ثقة في نفسك. فعلا مفيش حاجة توقفك. مظبوط. انا مفيش حاجه وقفتني. انا لما كان عندي 15 سنه او 16 سنه عملت الحادثه بتاعت رجلي دي، حادثه قطر عندنا، واخد بالك، قلت الحمد لله وما استسلمتش. كنت ساعتها شغال بقى ولا كنت لا؟ ما كنتش موظف، اتوظفت ب 5% بعد الحادثه. ماشي. انا بصي ما استسلمتش، قلت الحمد لله رضا من ربنا. تمام. رغم ان انا من اسره بسيطه جدا. تمام. وقلت الحمد لله وتعاملت عادي مع الناس وخرجت ومارست رياضه شويه، وبعد الرياضه جيت اتوظفت، وبعد ما اتوظفت اتجوزت وخلفت، ربنا كرمني بجنى وجودي ما شاء الله، وبنتين زي العسل، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. يا رب. فعادي، فاهماني؟ ووقت ما كنت انا برضو في شد الاحتياج ايام حادثتي، انا مريت من الظروف دي، وكنت مثلا اجي يعني كان في واحد برضو من البلد من الشارع عندنا، كان برضو كان بيوديني ويجيبني من غير اي مقابل. فمرت الايام وبقيت انت اللي تعمل، وبقيت انا اللي اعمل كده. استاذ محمود رقمه على الشاشه عشان لو اي حد حابب يتواصل مع استاذ محمود، وهو طبعا تحت امر الكل. ومعانا مداخله تليفونيه، استاذ اسلام المنصوره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اتفضل حضرتك يا فندم، مطالب مساعدة مالية مع الأستاذ محمود، صح؟ أيوه بالظبط. أنت في واحد من بلدي عاوز مساعدة. اتفضل. تحت أمرك، تحت أمر حضرتك، بس يعني سيب رقمك وبياناتك. رقم أستاذ محمود على الشاشة لو حابب تتواصل معاه، أو رقم على الشاشة قول أنا تحت أمرك. هو مش هيتاخر عليك، وانا مش هقدر اتاخر عنك، انا عنايه ليك وتحت امر اي حد، واللي اقدر انا اقف بيه جنب الناس انا مش هتاخر. ربنا يجازيك كل خير، وبنتمنى فعلا من كل شخص ان هو يساعد. بنشكر حضرتك جدا استاذ اسلام. شكرا على المكالمه. احكي لنا بقى موقف اسعدك من خلال المبادره دي. بص يا استاذه، انا بيني مواقف كتير. يعني من يوم ما نفذت المبادره ديت، تمام، في القريه عندنا وكده، قابلني مواقف كتير. بس من اسعد المواقف بقى اللي انا مريت بيها. ايوه. ايه هي؟ كنت جالي تليفون من بلد اسمها الشهداء، واحد قال لي والله انا عريس الموضوع كبير جدا. بالظبط، الموضوع كبير جدا جدا يا استاذ محمود، واحنا يعني ان شاء الله اكيد في حلقه تانية هتكون معانا فيها. بس قبل ما نختم حلقتنا النهارده، حابين بس اقول تهنئه لاختي وزميلتي من سمية. الاعداد طبعا، من فريق أيوة الاعداد طبعا. كل سنه وانت طيبه يا سميه انس. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، بمناسبه عيد ميلادك النهارده، مبروك مقدما، والف الف الف مليون مبروك على حفل زفافك اللي هو بكره ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي.
ودايما يا رب سعيده ومتهنيه وبنتمنى لك حياه فعلا مليون مبروك يا حبيبه قلبي، ومن نجاح لنجاح يا سميه، وتحققي اللي انت عاوزاه يا رب يا رب. اللهم ان شاء الله الاحتفال بعد الحلقه بقى باذن الله ان شاء الله. طب رساله من حضرتك بقى يا استاذ محمود لجمهورنا، تحب تقول ايه؟ عاوز اقول لجمهوري نقرب من ربنا، واللي يقدر يساعد غيره يساعد باي طريقه كانت، تمام. والتجاره مع الله مكسب فعلا. وبالنسبه لاهل قريتي، بالنسبه لاهل قريتي انا تحت امر اي حد، انا تحت امر اي حد، اقدر اساعد مريض اوديه المستشفى واجيبه، وظروف الماديه سامحه انا تحت امره، عريس عروسه اكيد لينا برضو استضافه تانية مع حضرتك، وربنا يجازيك كل خير يا رب ويبارك في حضرتك، ولينا استضافه تانية ان شاء الله طويله مع حضرتك أكيد. واستفدنا طبعا من حلقه حضرتك النهارده، ربنا يبارك. وبكده يا ساره هنكون خلصت حلقتنا النهارده، بنشكر حضرتك مرة تانية ومرة تالتة، وبنتمنى من كل الناس ان هم يقدروا اللي تقدر تساعد بيه ساعد بيه. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، واستنونا ان شاء الله في موسم جديد وحلقة جديدة، الموسم الثاني من برنامج بدون سابق انذار.